حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسال يوم النحر بمنى فيقول لا حرج فساله رجل فقال حلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج وقال رميت بعدما امسيت فقال لا حرج